انت هادي ودوبك دوب روحك وبالحق معناتها شريت شويه شبوك تنرفزت من الناس اللي قلبين ياسر قلبه وليد. اول حاجه ياسر قلبه سامحني في الكلمه بين ظفرين قله حياء. ما بار القلبه فما قله حياء، فما انك تخدم انسان ياكلك عرقك قله حياء. وعاقل في البلاد هذيا بعد انا تو عمري 56 سنه لو 12 جانفي اللي فاتوا عملتهم و 38 ans de métier، ما عادش انا باش نكسر راسي خاطر عباد ما تستاهلش. سامحني، قال اسمه واحد من اللي من اللي رابور، قال مع الناس هذوما لازمك جروم اخويا. والله بالحق هكا ولا لازم من الناس ما تحبش العاقل يا نوفل، تحبك تلقاك عاقل تقول لك انت مسكين هذاك، مانيش مسكين انا، سيرتو حقي حقي انا ما نسكتش عليه مهما كان، ما تقلبنيش في عرقي، ما قلتلكش اعطيني صدق انا ولا عامل عليا مزيه، خدمت اعطيني حقي. جوستومون عندك زنقة الباشا على الوطنية ما خلصوكش، وعندي مسلسل قمر في قوي صادق، وعندي برنامج تلفزي يتعدى في الحوار في المتوسط، المتوسط. ما خلصتش فيه، ما خلصتش فيه ملايين معناه. اي ما عادي ملايين عادي يا نوفل، راهو سامحني خويا الغالي، وجهه وقت اللي يبدا حاجته بيك ويجيك شي خدمك يدي ملاك الرحمه هبط لك يسي فيصل، وراه قدرك عالي، وراه وتدخل بنتي بقلب ورب وتخدم وتخدم حتى خدمه مش خدمتك تعطي من الاكسبيريونس نتاعك ابار ككوميديان. راه نحكي لك حتى في حاجات هما ما يعرفوهاش، تقول لهم راه حسب التجربه راه ما تجيشك وتديريجي معناها بعد يكمل بيك خدمته يا وخي عينك ما تشوف الا النور. اصلا ما عادش هز ما تعرفك اصلا لليوم، من لليوم ما يهزوش علي التليفون، نقول لك بي دي جي نتاع تلزم ما عادش يهز علي التليفون. الوطنيه واني نقولها واقف الكاميرا هاي على 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 شنو هي؟ قول لي لي شنو مش تو 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 وبعد حقك ولا اي اي قول لي راني انا ما نجمش نعطيك حقك انا مخاطر فما ليه تقول لك نوفل خاطر هي الحكايه بروديكتور اكزيكيتيف تلزم ما عندناش ما عندناش حق قانونيا الوطنية باش تنتج أكثر من 15,000 دينار، يعني تنتج برامج برنامج ما تنجمش تنتج سيت كوم ولا مسلسل. شو يعملوا؟ يعيطوا منتج منفذ يعطيوه 800 مليون زنقة البيت 800 مليون واشترى العباد مقلوبة، مش فيصل بزين بركة راه ثم ناس مقلوبة فيها شو 50 مليون خويا، ومن بعد سكر تليفون. أنا مش تقلبت بضخامة ولا بالحق، انا كنت صور معاهم، جاتني مخارج وقت عندي عرض مره في الكيف وعرض اخر في المغرب في مهرجان دولي للمسرح، قلت لهم راه انتم وقت الخلاص بتاعكم انا مسافر، قالوا لي مدير الانتاج ما نحبش نذكر الاسماء، وتوا هو مدير انتاج جديد في عمل باش يتصور جديد في الوطنيه باش تفهم شنو هي اللعبه ريزو. ريزو كامل به، قال لي فلوسك هاو ما عندي وقت اللي بشي. فلوسك عندي برا سافر ورجل امورك، ايش دق فلوسك عندي؟ ما لقيت حد وما لقيتش فلوس. ويعاود يعيطوا له، يعاود يعيطوا له، يخدم توا يعيطوا له في بروديكسيون جديده يا معلم. يعطيك صحة يا معلم، لعبه كبيره يا نوفل عايش خويا راهو. شوف انا شو انا عندي برنسيب نقول انا لا اكره الناس ولا اسطو على احد، ولكني اذا جعت اكل لحمه مغتصبي، راني انا نبدا عاقل ومثالش نصبر عليك وما عندكش وديباسمون 15 جور و 3 جور و 5 جور تورناج عادي صحيح، خاطر دخلت في دخلت في العجين بكلي، اما تقلبني لا اقسم بالله العظيم لاني مسلم في حقي، وخاصه الفلوس الاخرانيه بتاع الوطنيه. هاي والله معناتها حقك دونك، معناتها تو اغزر لو كان نمشيو مع الوطنيه انه منتج منفذ عمل كل رزويت وكذا، هاو عاود عيط له انت صحيح باهي، كي تعيط له قول له احشم على روحك خلص العباد. لا لا مش عيط للمنتج، مدير الانتاج اللي هو يخدم في التلفزه. في التلفزه حطوه مدير انتاج في برودكسيون واحده اخرى توا. انت فهمت كيف؟ لا سامحني سامحني نوفل نوفل سامحني، راهو الانتاج بتاع زنقة الباشا راهو مش رزق بوهم جابوه عنده بالانتاج، راهو فلوس الشعب التونسي صحيح داكورد، وراهو رد بالك ماهيش شركة بريفية هذي قلبتني، هذي عملت عدى مكتوب في الجينيريك بتاع المسلسل انتاج التلفزة الوطنية صحيح. انت جبت منتج منفذ خويا حاسبه قبل ما تعطيه فلوسه الكل، قول له خلص العباد، وعنده التزام ليغاليزي في البلدية اللي هو يلتزمش يخلص العباد. شنو من بعد تسكر عليا التليفون يا معلم؟ شنو تسكر عليا التليفون اطلبني قولي اصبر بعد شهر بعد جمعة غريبة.